صراحة هذه الورشة يعني تعتبر مهمة جدا لعدة عوامل، أهمها قد تكون يعني مثل ما تابعت اليوم إنه مؤشر التنافسية لدول العالم أصبح ضروري جدا إن الحكومات تكون لديها خدمات ذات جودة عالية وسريعة وسهلة وبسيطة، وأيضا يكون مستفيد في قلب الحدث. وأيضا هذا الملتقى مهم جدا أيضا لأننا مثل ما تعرف رؤية عمان 2040 قائمة على التحول الإلكتروني والخدمات الإلكترونية، وبالتالي هذا الحدث يعتبر من الأحداث المهمة جدا بالنسبة لمستقبل عمان أيضا. ومثل ما تابعت هناك حوالي 66 جهة استكملت خدماتها، وهناك بعض الجهات حوالي 14 جهة أو أقل لم تستكمل أدلة خدماتها.